قاعدين من الاخر لا مركزي. وعاقب ذاك اقترحوا على الاستفتاء، والاستفتاء الشعبي 52 جات ضده و 48 كانت معه. من قد قال لهم يعني بما انك بطلت التزام اذا راني الساعه ميدي احتسب ان انهيت مهامي كرئيس جمهوري. استغل يعني استغل في خليك ما طاح اسمع لترا. الدستور يقول يجب ان تنظم الانتخابات بشهرين الى ثلاث، وعدلوا الانتخابات وانتخب رئيس جديد. بومبيدو اللي كان معه قال جورج بومبيدو كان وزير الاول ولا كان رئيس حكومته. طيب اذا هذه اذا المسؤوليه السياسيه الان تقتضي من الحكومه والجهاز التنفيذي ان يستقيل. ان يستقيل حد ذاك اللي قابض المبادره سياسيا ولا نجح فيها يستقيل. رئيس بريطانيا لا هذا معهود في باستثناء المثال الذي ذكرته. لا انا لا ولكن هذا ما تعلم ان النظام قانوني ما فيه لا قانوني. لا نحن نتحدث عن الاعراف الدستوريه ولكن في النظام الرئاسي كما تعلم لديه طبيعه خاصه. يعني رئيس في النهايه رئيس الحكومه فيه جهاز يعني مستقل عن البرلمان، ليست كالحكومه في النظام البرلماني، وبالتالي لديها انا المثال اللي اعطيتك فرنسا لديها نظام رئاسي ولكن هذا ليس معهودا كثيرا في النظم الرئاسيه. لا ليس معهودا كثيرا في النظم الرئاسيه. النظم الرئاسيه غير هو قاع ما هو في النظام، ما هو لا قضيه قضيه العرف في الانظمه الديمقراطيه. يسوى برلماني ويسوى شبه رئاسي ويسوى رئاسي. عن المسؤوليه تتطلب شجاعه وتطلب احترام الشرف، شرف المهمة الكبرى، وهذا الشرف لا تهشيه إلا عنك تعترف بمسؤوليته بالأنظمة العسكرية. طيب. القديمة جمال عبد الناصر أزمة 67 حرب 67 قدم أيضا مثلا. طيب. هي مثلا أسلوب قيم أخلاقي سياسي مثلا راقي نعم. هذه هي السياسة اللي السياسة المديور منها تسيير المجتمعات بصفة عادلة وبصفة مضبوطة وبصفة حكيمة، وهذا تترتب عليه مسؤولية كبرى. نعم.